هيدي كمان حجمها صغير وقع على الارض. في بس هيدي اللطخه الغامقه شوي هون جايتها، اذا بنفتحها نضيفه بقلبها ما بها شيء، فعمليا هو بس اللون الخارجي اللي بيخلي انه تيجي ما بيخده وبتروح هدر بالارض. هيدي بالوقت اللي ممكن تصنيعها هون ممكن نقدر بس من هالفكره هيدي قديش انه التفاح عمليا هو ثروه غير مستغله. اذا حدا بده كفى.